شلون هذا الواحد شلون اعرفه؟ الو 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 وين انت؟ الو ياتي هسه راح يضحك؟ لا مضحك مضحك شباب مضحك 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 شلون اضحك هذا شلون اضحكه؟ المرحلة عبارة عن حبيبتنا جدة. جدة والله مشتاق لك يا جدة، والله مشتاق لك يا جدة. شنو هاي صدق يا لما اشوف الجدة افرح حتى لو تركض وراي وحتى لو تبسطني. We're sneaking. مرحبا أصدقائي شباب وبنات، أتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم وأعزاكم. وياكم أحمد من قناة 100. بالبداية يا أصدقائي يا أحبائي، أحب أهنيكم بعيد الفطر المبارك، عيد سعيد عليكم وعاد الله عليكم بالخير يا الله، وإن شاء الله تحقيق الأماني والنجاح الدائم والنجاح اللي تريدوه، وإن شاء الله تحققون كل أمنياتكم الجميلة إن شاء الله تكون. وأتمنى لكم عام سعيد، وأتمنى لكم بأنه تنهون العام الدراسي مالتكم بسلام وبتفوق ونجاح إن شاء الله. عيد سعيد عليكم يا شباب، عيد فطر سعيد، أتمنى تعيشون بهاي الأيام أوقات سعيدة. وحبيت أنزل لكم هاي الحلقة على مود الضايج من يعني ما عنده فد شي يسوي فيتفرج على هاي الحلقة، ممكن أنه تفرحه يعني شوية، وأني هم أفرحه وياكم ترى. أوكي أصدقائي اللي متابعين وياي هاي السلسلة، سلسلة بوب الأرنب ضد بوب النينجا، ما أعرف قلتها بالبداية وما قلتها. اوكي يعرفون بان احنا وصلنا الى فصل مكافئة ووصلنا الى المرحلة الثامنة. اوكي بعدين كملنا المراحل من الاولى الى السابعة، شنو رايكم ندخل ونشوف بوب الارنب ايش حيسوي بهالمرحلة؟ يلا اجا بوب الارنب الى هذه المرحلة. طبعا مهمة بوب الارنب مهمة انسانية ومهمته بان يضحك الموجودين ويرسلهم الى عالم التليبورت. بس قبل نبلش خلينا نستكشف المرحلة. فالمرحلة عبارة عن واو هاي المرحلة اللي بيها ناس كلش هواية، الشرطي العملاق والعالم الشرير. شباب العالم الشرير والشرطي العملاق عدد 1 2 ديفترون وثلاثة، يمكن ثلاثة أو أكثر، والعالم الشرير 1 فهاي 4 معناه يحتاج 4 تليبورتات. أنا عندي 4 تليبورتات، لكن شنو خلينا احتياطي يا شباب، خلينا نشتري روح إلى المتجر ووين هالتليبورتات ها هنا، فخلي نشتري تليبورتات هكذا. أوكي هكذا. أوكي خلينا نعيد هاللعبة. أوكي أوكي مهمة بوب الأرنب مثل ما قلت لكم أصدقائي مهمة إنسانية، وأنه يضحك الموجودين ويرسلهم إلى عالم التليبورت. فأول ما يبلش مناية بهذه المهمة الإنسانية، يس إلى عالم التليبورت. الله وياك 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 الله وياك. أوكي شباب أول مهمة إنسانية انتهت، هسه المهمة الإنسانية الثانية، يس إلى عالم التليبورت. الله وياك الله وياك عالم الشرير عالم الشرير عالم الشرير. خطية هسه ذولي هذا من ما الشرطة العملاقة هسه راح ينتلهم العالم الشرير. هاي شنو هاي ندوسها شكو؟ اوكي ندوس هاي هم منا ما اعرف ليش، او المهم نجي هناية ندوس هاي ايضا هكذا. اوكي هاي الدق منايا ناخذ اني الشغلات. اوه لا 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 ما انتبهت انت موجود، ما انت جابك، بس قول لي انت جابك. لا 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 ناخذ ما يطلع العالم الشرير. انت منين جيت؟ خلينا نشوف منين اجى هذا، منين اجى شباب؟ وين كان خاتل؟ هاي شنو هاي؟ يعني هو هسه هذا اني يعني وديت 2 الى عالم التليبورت، هذا اجى منا. ها هنا خاتلي هنا جوا هاي الاجار، ما عرفتها عرفتها، اكو هوايه اكو هوايه شرطه عمالقه. اوكي 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 شباب اوكي 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 هذا ما ينفع بانه نجيله، يعني هذا
فلازم نجي له من ناية. ما ينفع انه نستدرجه. هسه شنو هسه؟ لا تضحك، ايش بيك؟ تضحك يا معود، تضحك اضحك. هذا ضحك. الى على التليبورت، الله ياك الله. هذا ضحك، يلا يلا الى على التليبورت. الله ياك 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 الله ياك. يس سهلت سهلت يا شباب، سهلت. بعد ايش بقى؟ ايش بقى؟ كل شيء بدا يشوف. اوكي هاي هناك واحد، ايه نام مطيني هذا المثلث، اكو واحد يعني شباب. شلون هذا الواحد؟ شلون اعرفه؟ الو الو الو، وين انت؟ الو ياتي هسه راح يضحك؟ لا مضحك مضحك شباب، مضحك 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 مضحك. شلون اضحك هذا؟ شلون اضحكه؟ شلون اضحكه معود؟ اضحك ايش بيك؟ اضحك بكره بس ستة. لا هذا واحد ثاني، هذا واحد ثاني. اوكي شباب اوكي، هسه احنا نضحك ذاك، لازم نضحك ذاك. اضحك وين بدا يشوف؟ لا 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 تخرب علي الشغل يا معود، لا تخرب علي الشغل. هاي ايش بيك؟ اوف 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 اوف. شباب اذا ما يضحك شو اسوي له هذا؟ انا اقول هسه هيجي. اي العالم تليبورت، الله وياك الله وياك الله وياك. العالم تليبورت، الله وياك. بدا يشوف شباب، ويني انا؟ ويني هسه؟ هياتني هياتني، تعال 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 تعال. الله وياك الله وياك الله وياك. ايه شباب خسرت ثلاث تليبورت تليبورتات بسبب هذا. اوكي اوكي اوكي، المهم ارسلناه الى عالم التليبورت يا شباب، ارسلناه الى عالم التليبورت وهو المطلوب. بقى هذا يجب ان نرسله الى عالم التليبورت هكذا. يس الى عالم التليبورت. الله وياك 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 الله وياك. اوكي ناخذ الكيس من داية. اوكي وندوس هذا. لا اعطيت تليبورت، لا بالغلط شباب، خسرت شقيت تسع تليبورتات. منو راح يجي؟ هنشوف. ما حد يجي شباب، قضيت على المرحلة. اوكي 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 اوكي، هسه هسه منا 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 نفوت ونستدعي المصعد اللي هو عبارة عن باب الخروج، ونتوجه الى باب الخروج اللي هو عبارة عن مصعد، وبهيجي كده باب الارنب بنخلص المرحلة الثامنة من فصل مكافئة، وحصل نجمتين ورائعة. في عليك يا باب الارنب، كل الوقت اللي قضاه وحصل نجمتين، ظهر مطيه وقت هواي لانه مرحلة صعبة شباب. والله يساعدك يا باب النينجا، الله يساعدك يا باب النينجا. شنو رايكم اصدقائي؟ خلينا نشوف بوب النينجا شو عايزه بهالمرحله، بس قبل خلينا نروح الى مراسيم تحول بوب الارنب الى بوب النينجا. يلا ابرا كدبرا يا بوب الارنب تحول الى بوب النينجا. اجا بوب النينجا الى المرحلة الثامنة من فصل مكافئة. بوب النينجا بيحتاج يستكشف المرحلة، وكان عنده خطة، والخطة الجانبية والخطة تكبكلاتي بانه يتوجه منها هكذا، ويتوجه منها ويتوجه منها ويتوجه منها، وينتظر هذا العالم الشرير يفطر مالته هاي الفرة، ويتوجه منها ويدوس هاي الدقمة هكذا، ويتمشى وراء العالم الشرير وينتظر الحركة مالته الخبيثة والخبيثة جدا هكذا. اوكي هو يتوجه منها ويتوجه منها مباشرة، يضغط هذا الزر الأزرق ويتوجه منه مباشرة، ويتوجه منه. أوكي راح يكون منه، يتوجه منه يتوجه منه ويتوجه منه هكذا بهذه السرعة، وينتظر هذا الشرطي العملاق. هسه حاليا يتمشى وراه هكذا. أوكي يتمشى وراه هكذا هكذا هكذا، شوية يحتاج السرعة يحصلها ويجي منه. أوكي يا شباب يجي منه. هسا اعتقد الوقت مناسب، يتوجه من ناية. اوكي ويتوجه من ناية ويتوجه من ناية. اوكي ويتوجه من ناية ويتوجه من ناية، بما انه سايلنت يقدر ينطلق بالسرعة القصوى، لكن ما بقت للسرعة على مود يتوجه الى باب الخروج. هذا بقى باب الخروج، يدوس الزر على مود الجرس. اوكي 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 اوكي، هذا راح يجي من ناية. اوكي يجي من ناية، هو يبقى ينتظر. اوكي ماكو شيء، ويتوجه من ناية ويستدعي مصعد اللي هو عبارة عن باب الخروج، ويتوجه الى باب الخروج اللي هو عبارة عن مصعد، وبيجي قدر بوب النينجا بانه خلص المرحلة الثامنة من فصل مكافئة، وحصل ثلاث نجمات وممتاز، ورقم قياسي جديد، اخر رقم قياسي جديد، اخر حطه برقم القياسي اللي حصله بوب المحترف يا شباب. عفي عليك يا بوب النينجا، عفي عليك يا بوب النينجا، عفي عليك يا بوب النينجا ثلاث مرات. مرحلة شباب مو سهلة، ومرحلة يحتاج لها مزامنة بالتوقيتات مو طبيعي. اوكي
اتمنى تكون استفادتوا من عدها. اذا مت عرفوا لها رجعوها، يعني كل مره رجعوا لها ورجعوها، رجعوها مو رجعوا لها. على موت اذا تحصلون ثلاث نجمات يعني، بس اذا ما تقدرون لا تضوجون وبس تفرجوا على الحلقه عادي يعني. انا كل مره يقولوا لي انا ما اقدر، شباب بس تفرجوا على الحلقه، مو شرط تحصلوا ثلاث نجمات. حبايبي وصلنا هسه المرحلة التاسعة من فصل المكافأة، شنو رايكم ندخل ونشوف بوب الأرنب ايش راح يسوي بهالمرحلة؟ يلا اجا بوب الأرنب الى هذه المرحلة. طبعا بوب الأرنب مهمته مهمة انسانية، ومهمته بان يضحك الموجودين ويرسلهم للعالم التليبورت، بس قبل هاي المهمة يجب ان نستكشف المرحلة. في المرحلة عبارة عن المرحلة عبارة عن حبيبتنا جدة. جا جدة والله مشتاق لك يا جدة، والله مشتاق لك يا جدة. شنو هاي صدق يا، لما اشوف الجدة افرح حتى لو تركض وراي وحتى لو تبسطني. مشتاق لك يا جدة. اوكي شباب، ما ادري شو المشاعر هيك فاضت لما شفت الجدة. احسها يعني وياي، ما احسها ضدي، ما اعرف ليش. اوكي شباب، المرحلة عبارة عن الولد الخبيث هذا شفته هسه هنا، كان خاتل هنا، والشرطي اللابس شفقة، والجدة حبيبتنا، والكلوب الجميل. اوكي، مهمة بوب الأرنب بأنه يرسل يضحك الموجودين ويرسلهم العالم تليبورت ما عدا الجدة طبعا. اوكي، والكلوب الجميل ايضا. فثينات موجودين هنا، فلازم نكون حذرين وياخذ الكنز ويطلع منا. يعتقد هذا باب الخروج. شنو رايكم نبلش؟ فنبلش منا، اول شيء نبلش منا. ليش ما ضحكت؟ ليش ما ضحكت انت؟ بس فهمني ليش ما ضحكت؟ ليش ما ضحكت هسه؟ انا اعرف شلون اضحكك. انت مو راح ترجع منا، راح تشوفني تضحك. لا 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 لا، اوف هذا الباب، اوف اوف، ماكو احد، هو بس انا دخلت، هاي شبيك. يلا تعال ارجع، يلا تعال ارجع. اهو شاف هذا الباب مفتوح هسه. لا مو لازم يشوف باب مفتوح على مود يضحك. هاي شلون شغله هذه؟ ايه ضحك. ايه يلا الى علبة التليبورت. الله وياك الله وياك الله وياك الله وياك الله وياك الله وياك الله وياك. شلع قلبي شلع قلبي شباب شلع قلبي. ناخذ هاي شنو هسه نقدر نطلع؟ لكن لا، احنا مهمتنا مهمة انسانية ويجب ان نضحك كل الموجودين ونرسلهم العلبة التليبورت، بضمنهم هذا الولد الخبيث اللي هو هنايا. لا ليش بلغت عني؟ ليش من واحد؟ ايه ضحك ضحك شباب ضحك ضحك. الى علبة التليبورت. الله وياك 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 الله وياك. خوش مكان تحاصر نفسك بي. اوكي، منو راح يجيني هسه؟ ما حد يجي شباب. المن بلغت انت؟ على اساس يبلغ هذا الشرطي وانا ارسلته لعلبة التليبورت. اوكي، بكت الجدة يا شباب، بكت الجدة. جدة جدة حبيبتنا، عافية ضحكي من اول مرة. هو بس انا اريد اضحكها، ما ارسلها لعلبة التليبورت. ضحكي عافية جدة. ضحكت شباب، بس ضحكة مالت الشرطي لابس شفقة. انت الكلوب الجميل، ها الكلوب الجميل ما يضحك شباب. اوكي، فلذلك هاي اخذنا كل الشغلات منا، ما نكسر قلب الكلوب الجميل. اوكي، لا لا ما نكسر قلبك، مو ياتني موجود، ياتني والله ياتني. تعال 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 يا كلوب يا جميل تعال. هذا باب الخروج منا، اني اوصلك وما اكسر قلبك، لكن اني مضطر بانه اودعك اودعك وجدتي جدة. ولا باب الخروج وبيش قدر بوب الأرنب بيدي وخلص المرحلة التاسعة من فصل المكافأة، وحصل نجمة واحدة فقط ورائع. نجمة واحدة فقط ورائع، عافية عليك يا بوب الأرنب. اوكي اصدقائي، بوب الأرنب قدر يضحك الموجودين وارسل ارسل منه ارسل الولد الخبيث والشرطة اللابس شفقة الى عالم التليبورت، وابقى على جدة من هو الكلوب الجميل. اوكي اصدقائي، هذا كان منظور بوب الارنب. شنو رايكم نشوف بوب النينجا ايش راح يسوي بهالمرحله؟ بس قبل خلينا نروح الى مراسم تحول بوب الارنب الى بوب النينجا. يلا ابرا كدبرا يا بوب الارنب، تحول الى بوب النينجا. اجا بوب النينجا الى هذه المرحلة. طبعا بوب النينجا محتاج يستكشف المرحلة، واكيد عنده خطة، والخطة تكون جانبية، والخطة تكون كالاتي: بانه يتوجه منها هكذا، ويتوجه منها هكذا، ويتوجه منها، يفتح هذا الباب. يلا يلا افتح هذا الباب هكذا. اوكي، نستخدم خطعة الابواب المفتوحة. نجي هكذا. اوكي، هذا هم مبقي مفتوح هكذا، هيج مادي يعني هيج مجرد يعني مبقي مفتوح هكذا. اوكي، نجي منها. لا مو هيجي يعني، على مود ناخذ الشغلات كلهن يعني كلهن. لا هذا بالاخير، هذا شباب
بالخير. هذا بشاف الباب مفتوح نجي من نايه، اوكي نجي من نايه وناخذ هذني الشغلات كلهن يعني كلهن، ونجي منا ناخذ ذني الشغلات كلهن يعني كلهن، ونجي منا ناخذ ذني الشغلات كلهن يعني كلهن. اوكي حاليا نتوجه الى باب الخروج، يعني مو كلش مرحله بيرفكت، ونتوجه الى باب الخروج، وبيجي قدر بوب النجا بده يخلص المرحله التاسعه بفصل مكافئه وحصل 3 نجمات وممتاز فقط بدون رقم قياسي جديد. اي شباب ما عجبتني انا هاي المرحله صراحه، ما عجبتني، ما عجبني الشغل مالتي نهائيا نهائيا نهائيا، لذلك اني يعني راح اعيدها هسه مره ثانيه، واتمنى بانه احصل رقم قياسي جديد واكسر رقم القياسي مال بوب المحترف. هذا بوب المحترف لازم اكسر رقم القياسي مالته، انا بوب النينجا. اوكي شباب اجى بوب النينجا الى هذه المرحله، مثل ما قلت لكم نتوجه منها، اعتقد شباب اعتقد نتوجه منها بالبدايه، ونتوجه منها ونتوجه منها، وناخذ ذني الشغلات كلهن يعني كلهن، وناخذ ذني الشغلات كلهن يعني كلهن هكذا. بس السرعه شوي نحتاجها، السرعه شوي نحتاجها، بقى بس هذا منها، بقى بس هذا منها. نستخدم خدعه الابواب مفتوحة، اوكي نتوجه منها ونتوجه منها وناخذ الكنز ونتوجه الى باب الخروج. بهيجي قدر باب النجا بده يخلص المرحلة التاسعة من فصل مكافئة وحصل 3 نجمات وممتاز رقم قياسي جديد. شفتوا شباب لما الواحد يشغل عقله رقم قياسي جديد، ما كان اكو داعي ذيك الفرع اجي من باب الخروج ورجع نبت اللخ اطلع، فاستخدمت ذكاء بوبي النينجا. وقدرت بأنه أفوت مرة واحدة من الطريق وأتوجه إلى باب الخروج وحصل رقم قياسي جديد، رقم قياسي جديد في هذه الأيام المباركة وهو عيد الفطر المبارك يا شباب. شباب 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 أنا فرحان، وأتمنى أن تكونون فرحانين، وأتمنى أنه هاي الحلقتين شنو المرحلتين يعني هاي الحلقة رسمت الابتسامة على وجوهكم. فلهنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، أتمنى تكون عجبتكم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وشاركوا المقطع من أصدقائكم، ونشوفكم خير الحلقة الجاية. كان وياكم أحمد من قناة 100، مع السلامة، باي.